مساكم الله بالخير متابعي صحيفة الوطن. في المناظرة الأكبر والأولى للصحيفة هاي السنة في الانتخابات النيابية والبلدية، بدينا مناظراتنا في دائرة حديدية، الدائرة الأولى من محافظة المحرق أم المدن، وتمت دعوة جميع المرشحين لحضور المناظرة، وبنعرف بعد شوي من حضر ومن ما حضر منهم. بنتكلم اليوم في أهم أربع ملفات بالنسبة للشارع البحريني، وهي ملفات الاقتصاد والبطالة والصحة والإسكان. إن شاء الله بنشوف آراء وطروحات المرشحين اللي حاضرين معنا اليوم في هاي الملفات، وشنو بيسوون إذا وصلوا إلى كرسي البرلمان. مثل ما ذكرنا أن تمت دعوة جميع المرشحين، في أربعة اعتذروا مسبقا، اللي هما عبد العزيز المناعي اعتذر، وحمد الكوهجة اعتذر بسبب ظروف صحية، خالد صليبيخ اعتذر بسبب تزامن وقت المناظرة مع وقت افتتاح مقر الانتخابي، ومحمد الحسين اعتذر لظرف طارئ. أما اليوم اللي ما شفناهم معانا فصالح السادة، أحمد التميمي، غازي المرباطي، خولة البصميت، وصباح الذوادي. أحب أرحب بالمرشحين اللي موجودين معانا، شكراً لحضوركم اليوم، شكراً للمناظرة. نحب نقول أن ترتيب المرشحين تم وفق القائمة الرسمية اللي ظهرت من اللجنة المختصة. يا هلا ومرحبا فيكم جميعاً، وشرفتونا اليوم في مناظرة الوطن. الحين في دقيقتين كل واحد بنترك له فرصة أنه يعرف عن روحه ويذكر أهم محاور الانتخابين، محاور برنامج الانتخابي. نبتدي معك دكتور عصام، تفضل. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. أنا شوي بطالعك وشوي بطال الكاميرا بعد إذنك. طبعا أخوكم عصام العلوي، أنا للمرة الأولى أخوض هذه المعركة، أو خلينا نقول العرس الانتخابي إن شاء الله، ومعاي مثل ما تفضلت مجموعة حديدية، وإحنا نتمنى أن نكون من الناس اللي بإذن الله يتوفقون، وحالهم حالي من حال الأخوان الثانيين. بشكل موجز البرنامج الانتخابي اللي عديته، حددت فيه محاور معينة قد تختلف مع محاور اللي أنا بذكرها عن محاور اللي بتتفضل بها اليوم، بس في أشياء متشابهة، مثلا موضوع البطالة من ضمن المحاور، وأيضا التعليم، وعندي الاقتصاد المحلي، هاي ثلاث محاور ممكن احنا متفقين فيها، وايضا عندي موضوع التنميه الاجتماعيه بالنسبه لي كمحور رابع بعد مهتم فيه. فهذه الاربع محاور اللي انا مركز عليها ان شاء الله. يمكن تركيزي اكثر عن الاسكان والصحه بحكم ان انا اشوف نفسي بخبراتي موجوده في التعليم والتنميه البشريه بما معنى البطاله او التوظيف بشكل عام. فهذه تقريبا اللي انا بغطيه ان شاء الله، ما راح اقول لك اكثر من كذي لان احب تسالني اسئله ان شاء الله عن المغرب. فبشكل موجز هذه اللي راح انا ان شاء الله اركز عليه خلال البرنامج، خلال الفتره المقبله، واذا الله وفقنا مع وحصولنا على نكون تحت قبه البرلمان ان شاء الله. شكرا لك. سعاده المخرج جمال الجودر، تفضل عرفنا في نفسك وبرنامجك الانتخابي. اول شيء نرحب بكم، نشكر جريده الوطن على ما قدمته من دعوه لنا للشباب كلهم الاخوان لابراز برنامجهم الانتخابي. أعتقد هي ذي بادرة منكم طيبة، ويعني ما أعتقد اجتهاد مثل الوطن السنة صراحة يعني، وهاي تشكرون عليه. عموما بخصوص يعني برنامج الانتخابي داخل فيه، أساسا أنا بعد السنة نفس أخونا عصام، دكتور عصام، أول تجربة لي كانت الفكرة أن أدخل أنا في 2018، ولكن بعد ما يعني ألقيت على نظرة على الوضع العام، لقيت أن يعني في مرشحين مستعدين للمسألة أكثر مني، فبعيدا عن أي يعني جهة، رأيت أن أنا أأجل دخولي وأدرس الموضوع أكثر يعني. فتوصلت على أساس أن السنة بعد يعني خروجي من على التقاعد، لقيت أن نفسي أنا عندي التفرق الكامل لخوض هذه التجربة، والحمد لله يعني سعيت لها وماشي موضوعنا. حاليا يعني محاوري أنا يعني تتعلق بأربعة، محور سياسي، ومحور عدالة اجتماعية، ومحور الإسكان، ومحور التوظيف أو مسألة عملية التوظيف والبطالة. ركزت أكثر على هذه المحاور. خبرك أنا يعني في مجال الإعلام كنا يعني نطرح هذه القضايا، ولكن الإعلام مثل ما ذكرت أنا من قبل دوره
أنه يعني يعرض المشكلة ولا يحلها. فمن منطلق هذه إن شاء الله نبدأ مسألة يعني إن شاء الله عرض المشكلة والبحث لها عن حلول إن شاء الله. شكرا لك أستاذ جاسم. تفضل. زيد تفضلكم. أولا نشكر جريدة الوطن اللي رحبت بنا واستقبلتنا بضيافتهم، ونشكر طبعا جلالة الملك اللي أعطانا الفرصة في اللي رشح نفسنا وأعطانا فرصة أن نكون من ضمن البرامج مال الإصلاحي. وإن شاء الله بالنسبة عن المواضيع اللي كانت يعني أنتم مقترحينها في الأسئلة عن البطالة والإسكان والاقتصاد، طبعا الاقتصاد في لناس مختصة، البطالة طبعا هذه يخص الجميع، لأن ما أعتقد في أحد هنا عندكم موجود من غير أبناء. أنا لحد الحاضر طبعا ما عرف نفسي، مجرد مقدمة، أنا المرشح جاسم حمد الحمادي، متزوج، ناوي أكون يسمونه أرشح نفسي أو رشحت نفسي حق البرنامج المجلس النيابي، وإن شاء الله الكل هنا يتوفق، واللي ما توفق هم كذلك لازم يحط يده مع أخوان اللي رشحوا نفسهم. وأعتقد هذا كفاية. تبين أطول بعد دقيقتين؟ إيش كثر باقي عنده؟ باقي عندك دقيقة. عندي دقيقة. طيب، فالبرنامج اللي أنتم بتناقشونا فيه طبعا إن شاء الله نكون قدها ونعطيكم البرامجنا. من ضمن برامجنا اللي هو البطالة. البطالة طبعا أنا سبق وذكرتها. بنرجع حق البطالة. إحنا أنا أتمنى أن تعطينا فكرة عامة عن البرنامج. أيوة. ما البرنامج مالنا طبعا أنا عندي أفكار ودي يعني أقترحها ونناقشها معاكم. وإذا كان في وقت لكم ولنا كن إن شاء الله ما بنقصر عنكم، وهذه فرصة، هذه شيء شرف لنا أن نكون معاكم. شرف لنا طال عمرك. يلا يعطيكم الصحة العافية. أستاذ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وياكم المرشح محمد عبد الله إبراهيم المطوع. حقيقة أنا في البداية أتقدم بالشكر لجلالة الملك المعظم على إتاحة الفرصة لي أن أكون أحد المترشحين من خلال المشروع الإصلاحي لجلالته، وهي الانتخابات في مملكة البحرين العرس الديمقراطي. ثانيا نتقدم لجريدة الوطن، وهي جريدة الكل وجريدتنا إحنا بالذات الذي دائما نطلع عليها ونتابعها. كل الشكر والتقدير لهم. لما نتكلم عن البرنامج الانتخابي، كثير من المرشحين نتشابه في البرامج الانتخابية، وهذه حالة يعني صحية، لأن هموم المواطن البحريني هي هموم واحدة، فالكل يشكو من البطالة وكل يشكي من الإسكان، وأضف عليها التعليم. ضمن برنامج التعليم والإسكان والبيئي، المحور البيئي ومحور الإسكان ومحور سلمكم الله محاور أخرى والمحور الاقتصادي، هي كل المحاور هذه موجودة ضمن برنامجنا. ولكن أكثر ما يلامس المواطن، ومن خلال تجربتي اللصيقة بالمواطنين خلال عضويتي بمجلس المحرق البلدي لثمان سنوات، أعطتني الخبرة الكبيرة لتحسس لهموم المواطنين. كثير منهم يشكو إذا يعني وفرنا الوظيفة للعاطل عن العمل وهو البطالة كما يطلق عليها، فبيكون شيء يعني أنقذت من العبء اللي هو على والده. المواطن البحريني حقيقة هو دائما عنده همين كبيرين، ودائما يعني لما تروح المجالس ولما تروح تلتقي مع الأهالي الكل يتكلم عن البطالة وعن الإسكان، ملفين أساسيين، محورين أساسيين. بنرجع لهم أستاذ محمد، بنرجع لهم. ما أعطيك تفاصيل، أزيد بنعطيهم بالتفاصيل. إحنا خلص الوقت عشان يكون فير إناف. بنبتدي الحين بعد في دقيقتين في محور الأول، وهو يمكن أكثر محور يهم الشباب، واللي هو ملف البطالة. البطالة كانت في مستويات آمنة، ارتفعت شوي خلال جائحة كورونا. الحكومة طرحت عدة مشاريع، تم خفض نسبة البطالة، وفي مشاريع أيضا لتوظيف، وفي مشاريع قادمة في الدرب، أيضا مشاريع استثمارية من المفترض أنها توفر آلاف الوظائف. حضرتك كنت سابقا في وزارة العمل، وكنت من الأشخاص المطلعين على ملف التوظيف.
شنو شيء اللي ممكن تقدمه كنائب ما قدمته خلال وظيفتك سابقا؟ طبعا شوف الفكره، لما نتكلم عن موضوع البطاله، موضوع البطاله زي ما قال الاخ محمد يهم كل انسان بحريني وكل اسره بحرينيه عندهم عاطل عن العمل موجود في البيت. هل هذه ظاهره صحيه ولا غير صحيه؟ احنا نقيسها بمعدل البطاله. ايش كثر عندنا معدل البطاله حاليا؟ هي في المنطقه الامنه، الحين ما راحت منطقه عاليه فنعتبرها هي منطقه الامنه، لكن احنا نقيس على الملفات اللي مسجله عندنا في القوائم في وزاره العمل، احنا نشوفه بمؤشر اللي يذكر في الصحافه والجرائد. فعشان كذا احنا نشوفه، يمكن هناك في عاطلين عن العمل موجودين بس غير مسجلين في وزاره العمل، فهذا الموضوع ممكن يكون له جانب ثاني. عموما خلينا نرجع حق الموضوع، الموضوع طبعا كبير وما اقدر اغطيه في دقيقتين. برجع على اخر نقطه ذكرت انت، قلت لي اياها، شنو بسوي غير ما سويته في وزاره العمل؟ طبعا الانسان عنده افكار كثيره، في شيء ممكن يسوي في شيء ما يسوي، بس خلينا نركز في الامور اللي ممكن احنا نسويها. ابسطها اليوم عندنا، يعني انا تبي حل سريع جذري، حط تشريعات وقول والله انا توطين المهن مثل ما سوت الشقيقه الكبرى المملكه العربيه السعوديه، هذا حل جذري خلاص، ما في حل، ما في مفر منه، بيحل لك البطاله صراحه. لكن هناك اسباب ثانيه خلتنا ان احنا نفكر، او احنا خلينا نقول يعني الجانب الاخر، خلينا نقول عندهم مبدا اخر يقول لك لا، نبي نشجع الاستثمار ونخلي الاستثمار مفتوح ونخلي تستقطب الوافدين ككفاءات من برا البحرين ومن داخل البحرين، هذا موضوع اخر. احنا خلينا نرجع على موضوع اللي هو التشريع. اذا كان التشريع صعب، واذا كان تصعب عليك انك تحط توطين، فانت اليوم تبتدي في اشياء بسيطه، مثل خلينا نقول نوطن بعض المهن، مدير الموارد البشريه، وطن هذه المهنه راح تسهل لك الامور. على الاقل البحرين لما يكون هو مدير راح يسهل لك الامور، انه هو راح يوظف بحرينيين، هاي على الاقل يعني هذا الرجع منه، يعني لما يكون هو مدير بحريني مدير الموارد البشريه. رقم اثنين، هناك ايضا قانون، في قانون اللي هو الهيئه تنظيم سوق العمل في الماده رقم 44 46، لما تكون هناك حاجة، بس تسمح لي الأخذ لأن لازم أقول ذي الجملة لأنها مهمة بالنسبة لي، لا هذه لازم أقولها لأن هي المفتاح حق الحل. مادة 44 ومادة 46 في قانون، بس عفوا يا أخي خلنا بس أخلص الله يحفظك أخوي محمد، لأن بس هي بلا تركيز شوية. المادة 46 والمادة 44 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل يقول إذا كان هناك بحرينيين جاهزين للعمل في مهن معينة، انت ملزوم عليك يا هيئه تنظيم سوق العمل تزيد من رسوم هذه المهنه على منو؟ على التاجر. مثلا عندك محاسبين، عندنا فوق ال1000 و2000 محاسب بحريني الان، هذه المهنه ليش ما نخليها بحرنا؟ شلون تقدر تخليها بحرنا؟ عن طريق هذا القانون، القانون راح يشفع لك. ليش؟ لان انت لما تزيد سعر او خلينا نقول الرسوم الشهريه من 10 دنانير تسويها 100 دينار، التاجر بيفكر في البحريني. فهذه واحدة من الأفكار اللي ممكن، هي موجودة تشريعا موجودة، بس تحتاج إلى شنو؟ تفعيل القرار، تفعيل عفوا المادة هذه هي في القانون. اختصرت لك، حاولت أوصلها لك الله يسلمك قدر المستطاع. تمام، خذنا خذ 3 دقائق، فبعطي بقية المرشحين 3 دقائق. أستاذ جمال، أستاذ عصام أعطانا فكرة تشريعات، قال لنا شنو ممكن أنه هو يقدم في حال وصوله إلى كرسي البرلمان. حضرتك مخرج تلفزيوني، شخص اشتغلت فترة طويلة في الإعلام، شنو ممكن أنت تقدم في حال وصلت إلى البرلمان فيما يتعلق موضوع أو ملف البطالة؟ أعتقد أن يعني ملف البطالة خلنا نفرق، يعني وزارة العمل في موضوع التوظيف بما معنى التوظيف قايم بدورها على أكمل وجه. مسألة البطالة خلنا نعطيها تصنيف ثاني. يعني أنت لما أتي تتكلم لي عن البطالة في المهن المتخصصة، أطباء، مهندسين، إعلاميين، هذه مهن تخصصية ما ممكن توظف هذه المهنة في أي مكان. وزارة العمل طرحت برنامج عظيم، برنامج عود في عملية التوظيف، ولكن مسألة البطالة أنا أعتقد من رأيي لما جات جائحة كورونا والأزمة هذه الصحية الفتت المجال، لأن هناك في يعني خلل ممكن يصيد المجتمع لو تعطلت المنظومة. ذكر دكتور عصام قال لك ان النسبه امنه لحد ما، ولكن انت لما اتي خلينا نمسك كادر الاطباء، انت عندك اطباء وتخريج اطباء وتخريج ممرضين وفنيين مختبرات وصيادله، هذه ما ممكن تتقحمهم في عمل الا في مجال تخصصهم. فالدوله
مسؤولة أمام المجتمع أن هي تهيئ الفرصة بحيث أن هي تبني مستشفيات جديدة ويكون فرصة توظيف هذين الشباب أو هذه المهنة التخصصية في ذي المجال. البحرين راح تستفيد وايد إذا توجهت لموضوع السياحة العلاجية. فأنت أول شيء راح تبني مستشفيات تخصصية، عندك أبنائك راح يحصلون على التوظيف في المجال التخصصي مالهم، في نفس الوقت أنت منظومة العلاج منظومة الصحية احنا لاحظين لولا أن البحرين عندها استعداد نوعا ما كافي لكانت أزمة كورونا أتعبت البحرين. وهي تخيل أنت الكفاءات اللي كانت طلعت وردت رجعت كمتطوعين، وهذه يعني نوعا ما الحمد لله حل الأزمة. نفس العملية مسألة الكادر الإعلامي، احنا نحتاج يعني انتوا تشوفوا انتوا اليوم انتوا جمعتوا مجموعة من المترشحين في جريدة حولتوها الى نوعا ما تلفزيون ينقل هموم ومشاكل الشارع. اعتقد انها هي كمنظومة لو صار التوجه لانشاء قنوات، ممكن قناة جريدة الوطن عندها الاستعداد والكادر الفني انها هي تكون قناة تلفزيونية، راح توفر فرص عمل حق الشباب في الكادر الإعلامي وراح تكون منظومة تنحل نوعا ما. فأنا أعتقد أن مسألة التوظيف فيما يتعلق بالبطالة مسؤوليته كبيرة تجاه الدولة وجزء منه تجاه المجتمع، وإحنا لو كانت الدولة توجهها في ذي المجال فعلا راح يعود بالخير على الدولة وعلى المجتمع إذا قامت العملية بعملية يعني البحث عن الحلول التخصصية للمهنة التخصصية من قبل الدولة. أنت تحتاج قنوات تلفزيونية للإعلاميين، أنت تحتاج مصانع وكار هذه للمهندسين. إذا أنت ترى أن الاقتصاد، أنا أرفع الاقتصاد بيوفر المزيد من المهن، وأساساً الدولة قائمة بهاي المجال وفي المزيد من استقطاب الاستثمارات في هاي. شكراً لك أستاذ جمال، وصلت فكرتك. أستاذ جاسم، في محور البطالة سمعنا تشريعات وسمعنا أيضا وجهة نظر اللي تقول برفع هذه، أنت شنو فكرتك عن حل البطالة؟ إحنا المفروض لازم نعرف سبب البطالة. أول شيء لازم نعرفه أسباب البطالة، هل بسبب قلة الوظائف أم هل قلة التشريعات أم سبب توظيف الأيدي الأجنبية اللي خلت هذه تصير بطالة. ونزيد على هذه اللي هو التقاعد المبكر، هذه بعد أعطى دفع زيادة على البطالة. ليش هذه التقاعد المبكر وما وظفتوا خريجين؟ المفروض يكون دام طلع من التقاعد لازم يكون بديل مكان اللي طلع يعني خرج من العمل متقاعد مبكر. هذه اللي يمكن خلت البطالة تزيد عندنا إحنا في البحرين. والشيء الثاني اللي زي اللي يعني بعد المفروض يكون عندنا إحنا شركات كثيرة، الشركات الكثيرة اللي موجودة، أقول بالأعدل الشركات الموجودة حاليا يمكن تنعد على الأصابع، ما في. وأكبر الشركات مثل ألبا وبابكو وخذ ما جرى على ما أقول، لكن الشركات حتى الصغيرة والأسف الشديد المفروض يكون بعد المتخرجين إحنا لازم يكون عندنا لهم مكان نأهلهم في التدريب، نأهلهم في النظري، نأهلهم يعني في كل المجالات. لكن للأسف الشديد بعد ما في أحد يراعيهم، والأشخاص المتخصصة في هذه مو يعني ذو الكفاءة. ليش ما يكون عندنا إحنا يكون ناس مختصين مستشارين عشان يشرعون لنا الأمور اللي نحتاج لها؟ لكن شو نقول بعد؟ قبل أن ننتقل للأستاذ محمد، بس قلت أكيد الدولة قائمة في مشروع التدريب والتأهيل، وفي عدة جهات أبرزها تمكين وحتى وزارة العمل عندها مشروع التأهيل. بنرجع حق هاي الموضوع بعدين. أستاذ محمد، أنت شنو رأيتك لحل مشكلة البطالة فيما لو وصلت إلى مجلس النواب؟ مشكلة البطالة أصبحت مشكلة يعني والسكوت عليها جريمة، لأن أبنائنا البحرينيين وبناتنا البحرينيات خريجين الجامعيين أصبحوا عطل عن العمل، وهذه جريمة في حق الشباب وجريمة في حق المجتمع. جلوسهم في البيت ينتظرون الوظيفة لمدة 4 أو 5 سنوات، فهذه لابد أن يكون هناك يعني قرار سياسي من الدولة. ويعني احنا نضع بعض اللوم على وزارة العمل فشلها في إدارة هذا الملف مع الأسف، لأن هي قاعدة تعرض وظائف على أبنائنا وبناتنا ليس من اختصاصهم. واحد خريج قانون يقول له روح اشتغل ريسبشن في
احد المؤسسات. واحد يعني طبيب روح يشتغل في وظيفة سيلز او باع. فهذه يعني هذه مع الاسف وزارة العمل لم تستطيع ادارة ملف البطالة بشكل صحيح. لابد أن يكون هناك. أما لما نتكلم عن تشريعات بالنسبة القانونية، فمملكة البحرين هي أول الدول في التشريعات، وعندنا تشريعات كثيرة تصف في صالح المواطن البحريني. أضف على ذلك سلمك الله، لما تروح حق ديوان الخدمة المدنية لديهم مادة أنا ما يعني ما أذكرني رقمها، بأن تلزم الوزارات الدولة بتعيين أجنبي إذا كانت حاجة أن يكون مرادف له بحريني، وخلال سنتين أن يحل البحريني محل هذا الأجنبي. ولكن مع الأسف هناك يبقى دور النائب أو مجلس النواب لمحاسبة هذه الوزارة أو هذا المسؤول عن ما تأخر فيه في إحلال البحريني. البحرينيين يستحقون أن يكونون هم لهم وظائف في بلدهم. أضف على ذلك لما جاءنا التصريح من هيئة التأمينات الاجتماعية بأن الوظائف الموجودة أو المسجلة برواتب عالية من 1000 دينار وطالع، تتكلم عن تقريبا أنا العدد يعني يا 4000 يا زود. ولما يصرح لنا وزير العمل بأن عاطل عن العمل في حدود 1400، فهناك رقم فارق بين 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 الذين يشغلون وظائف وهم أجانب وبين العاطلين البحرينيين. لذلك لابد أن يكون هناك محاسبة على كل من قصر. نحن في مملكة البحرين نريد قرار من مسؤول، مثل ما تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد واتخذ قرار حفظ الله بالنسبة للفيزا المرنة، أن يكون هناك قرار لإحلال البحرينيين في الوظائف. لدينا وزارات في الدولة يشغلها أجانب كثيرين وبأعداد كبيرة. مع الأسف ساعات ترى وزارة من الوزارات تحتفل بتوديع أجنبي أخذ له أكثر من 30 سنة خدمة. أكيد لازم تحتفل فيه دام خدم بس 30 سنة عاد 30 سنة. وين البحرين مكانه؟ وين القانون؟ إذا نقدر نلخص رؤية المرشحين الموجودين معنا اليوم، دكتور عصام يرى أهمية وجود تشريعات تلزم الوزارات وتلزم حتى الشركات وغيرها تحل أزمة البطالة. أستاذ جمال يرى زيادة المشاريع التي توفر المزيد من الوظائف. أستاذ جاسم يرى بزيادة التأهيل بالنسبة للعاطلين، وأستاذ محمد المطالبة والمحاسبة. الحين ننتقل للمحور الثاني اللي هو محور الاقتصاد. محور الاقتصاد محور كبير، محور جدا مهم. الاقتصاد ما بعد كورونا أكيد بيختلف عن الاقتصاد ما قبل الجائحة. في خطط كثيرة انطرحت من ضمنها خطة التعافي، والخطط التي بعدها خطط توازن مالي، كثير من الخطط اللي موجودة عند الدولة. نبتدي معك دكتور عصام. أنا مو محظوظ أكون أول واحد ترى. أنا مرة الجاي مبدل عشان تصير الفكرة أفضل، بس أنا بالعكس مستعد أكون أول واحد. تفضل اسمك. محور الاقتصاد في خطط الدولة قائمة فيها، وفي مشاريع قائمة على أرض الواقع، وفي مشاريع أيضا مستقبلية. شنو ممكن تقدم فيما لو وصلت إلى مجلس النواب المزيد لدعم هذه المشاريع؟ يعني مشاريع قائمة شنو أنا ممكن أقدم، أو شنو كعصام أقدر أقدم زيادة؟ شوف الله يسلمك، إحنا أول شيء خلينا نفهم بشكل بسيط مفهوم الاقتصاد. عندك هنا قوة شرائية، عندك ناس قاعدة تشتري، وعندك مصانع ومؤسسات تقدم لك خدمات، عدل؟ فإذا كانت الحركة كبيرة معناها اقتصادك قاعد ينتعش. في عندك ريجليتر اللي هو المنظم اللي هو الحكومة. احنا اليوم شين قصنا؟ احنا تنقصنا كل هالامور هاي الثلاثه كلها تنقص. احنا ما عندنا اياها مثلا، او عندنا قصور فيها. مثلا على سبيل المثال، كم مصنع فتح من نص الثمانينات؟ كم مصنع؟ ما في. ترى ما عندك مصانع اليوم. عندك خدمات، نعم توفر خدمات موجوده، بس المصانع ما اخرت كان في 86 اعتقد. تتكلم عن مصانع كبيره، مصانع وطنيه كبيره، نعم صحيح. تحكي عن مصانع صغيره، هذه السمول ميديوم انتربرايزز، هاي خليها على صوم. تبي شيء ياثر على الاقتصاد، يعني يعطي الاقتصاد يعني دفعه الى الامام. بالمقابل المواطن انت اليوم قاعد تاخذ منه ما قاعد تعطيه،
فالمواطن يدفع حق القيمة المضافة، يدفع حق الكهرباء، يدفع حق البترول اللي زادت قيمته، فهني قاعد يأثر، فما راح تكون في قوة شرائية أصلاً. فأنت راح تعتمد على وين؟ على السواح، وأقرب سواح عندنا إخواننا أخواتنا من المملكة العربية السعودية، وهذا طبعاً شفنا في الكوفيد شلون تأثرنا، لأن وقفت الحركة، ففي صارت انشلت الحركة. هذا شيء آخر. شيء ثاني الله يسلمك، عندك يعني مثل ما قلت لك محور الاقتصاد، يعني عندنا المشاريع التعافي الاقتصادي ماشيين فيه زين، الحمد لله الحكومة ماشية فيه زين، لكن هل قاعدة تلامس الشعب؟ هل الشعب قاعد يحسون فيها؟ حتى القيمة المضافة هذه 300 مليون دينار تتجمع سنويا، وينها على صداها على المواطن الفقير المسكين؟ نبي تشوفها وين تأثيرها. 300 مليون وين راحت؟ وين بتروح؟ يعني أكيد راحت مكان ما. أنا الله يسلمك مو مشروعي، في مقترحات. مثلا أعطيك مثال، أخواننا شقائنا دول مجلس التعاون الكويت الإمارات السعودية أعطتنا المارشال الخليجي، موجودة فلوس عدل، برنامج التنمية، نعم، بالمليارات على مدى 10 سنوات، صحيح. طيب أنت اليوم قاعد تستخدمه حق البنية التحتية وهذا شيء طيب، لكن خل منها شيء أيضا حق بناء مصانع، بناء شركات. يعني أنت اليوم لا تعطيني كل يوم سمكة، لا علمني شلون أصطاد السمكة. أنت لما تسوي مصانع ودش تكامل مع المنطقة الشرقية في السعودية، في إحنا اليوم سمعنا أو يومين مروا سمعنا خبر جميل أن في شركة راح تتأسس، ومجموعة شركات راح تتأسس في بعض الدول من ضمنها البحرين، في مجموعة قطاعات اقتصادية مهمة، هذه راح تعطي أثر إيجابي. هذا من الأشياء اللي احنا لازم نفكر فيه، شلون نخلي البحريني هو يكون الخيار الأمثل أن يتوظف في هذا المكان. فهذا موضوع اقتصاد كبير، وأنا أحاول أختزله في أقل من دقيقتين. نقدر نقول شنو رؤيتك في ملف الاقتصاد؟ في مشاريع قائمة فيها الحكومة، شنو ممكن تقدم أكثر فيما لو وصلت كرسي؟ أنا راح أبدأ بالموضوع. الاقتصاد كان ماشي، لو ترجع بالسنوات 6-7 سنوات اللي راحت، الاقتصاد كان ماشي خصوصا بعد إطلاق رؤية 2030، وكانت الأفكار مرتبة من قبل الحكومة، وكان المواطن أو يعني الشارع ينتظر هذه اللحظة اللي بيكون مردودها يرجع عليه. تفاجئنا بموضوع العمالة السائبة اللي انتشر في المنطقة بطريقة يعني وحشية صراحة. بدأت العمالة السائبة تأخذ جو مختلف عن اللي مفروض تقوم عليه في 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 يعني كونها موجودة في دولة ولها منظومة اقتصادية. أثر وايد، وما وجدنا الرادع أو الحلول من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أن هي تتخذ موقف تجاه هذه الأمر. فصار الموضوع والكل عرفه، والكل قام يحسه في بيته، في الشارع، في ورشته الصغيرة، في يعني أي عمل كان يعني موجود عنده بدي يحس بموضوع الأعمال السائبة. وهذه نقطة واحدة يجب أن يعني يتخذ عليها قرار حاسم لإيجاد حلها. الأمر الثاني، أنا يعني أعتقد أن الدولة طرحت موضوع الحلول للبدائل النفطية، ما وجدناه على أرض الواقع. أنت تسمع يناقش صحفي مثلك ويحلل صحفي أخ صديق لك، ولكن لما تي على أرض الواقع ما تلقاه. إحنا نتأمل خير، تسمع يعني في الإعلام يطرحون الموضوع، البدائل النفطية ما وجدناها، وهي إذا ترجع أنت أثرها على بعض دول الخليج بين واضح ومردود إيجابي عالي بعد، انهم اتخذوا مساله البحث عن حلول بدائل عن البدائل النفطيه يعني. وهذه موضوع احنا يعني يجب ان يعني يناقش، ويجب ان توضع له القوانين وسن التشريعات له في 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 قبه البرلمان. وان شاء الله هذه ان الله وفق اي احد منا من الاخوان، وكلهم ان شاء الله قادرين ان يناقشون ذي الملف، احنا نمد يدنا لهم، واحنا اي وقت يحتاجون احنا كاخوان من منطقه واحده، من مجمع واحد، دائره واحده، بنتساعد. الفكر ان شاء الله يوصل ونكمل بعض. مساله ثالثه اللي هي موضوع الاهتمام بالمشاريع الصغيره والمتوسطه، هذه مهم، لان انت الدوله ما تنظر لافراد، الدوله تنظر لشموليه كامله في الوطن. فأنت هذا لين يعني الشغلات الصغيرة ذي، الأعمال الصغيرة المتوسطة يقودها أفراد، أسر يقودها، أشخاص مجتهدين. فيا ليت إن الدولة تركز على إن هذا لين هم اللي يصنعون لك طبقة الوسط اللي يحتاجها الشارع أو الوطن. طبقة الوسط إذا اختفت صار خلل في موضوع الاقتصاد. والموضوع الأخير اللي يعني أبي أنا يعني أقوله في وقت والله انتهى، إنزين، اللي هي يعني تحديث منظومة القوانين. لازم أنت كمجلس نواب وك يعني منظومة الدولة منظومة قانونية
بين فترة وفترة يتم تحديث القوانين، يراعى شوف يعني هل مناسبة الحين، هل التشريع القديم ما قاعد يتناسب مع المرحلة هذه، وإن شاء الله نتكلم في الأشياء الباقية. شاكر لك أستاذ عصام وأستاذ جمال، ذكروا المشاريع الجديدة، زيادة المشاريع، زيادة الاستثمارات، ودار حول تنويع مصادر الدخل ومحاربة العمالة السائبة. ما هي رؤيتك أنت للحلول الاقتصادية للبلد؟ طبعا رؤيتي للاقتصاد البلد، طبعا سبقا ذكر وعرف الدكتور عصام الاقتصاد، وما قصر بعد الإعلام الجمال هم كذلك بين لنا أمور أن سجن يعني المفروض أن الدولة تركز على هالأمور، لكن للأسف بعد نقول الاقتصاد لما تريد تكون تأسس مؤسسة اقتصادية لازم يكون عندك تمويل، وإذا التمويل مو موجود كل التجار اللي عندنا وكل الاستثمار اللي يجي يعني يتغطى عليه. المفروض يكون عندنا الأشياء كمواطنين أو كنواب مستقبلا نكون نعرف شنو اللي يدخل شنو اللي يطلع علشان إحنا نساهم في الأمور هذه. أما القوانين هذه اللي إحنا تطلع طبعا الكل يقدر يتكلم عليه، لكن نبي على الأرض الواقع تكون موجودة. إذا مو موجودة ما في فائدة إن إحنا نقول كنواب نقدر نسوي ما نقدر نسوي، لازم يطلعون إحنا كنواب شنو المفروض اللي يكون عندنا في يدنا ملموس ممكن نجيدها ونعمل بها. وإن شاء الله بعد نقول دائما نذكر الله في الأمور اللي يجب علينا نكون إحنا نتساعد مع بعض ونطرح الأفكار كلنا جميع حتى نوصل البلد. يعني للأسف الشديد بعد أقول لك دول أخرى يعني بالذات المجاورة سبقونا، يعني إحنا للأساس البحرين اللي كانت في المقدمة ما في شيء يعني ممكن نثبته على الأرض الواقع. البحرين هي سباقة في كل الأمور، في التعليم، في الصحة، في هذه، لكن وين هذه كله اندثر؟ اندثر بسبب شنه؟ وسبب الأنانية، بقولها لك يعني سموحة حق الجميع، الأنانية اللي أخذت المراكز، الأنانية من اللي سبقونا في اللي سمونا في القبة البرلمانية. يعني هذه مفروض يحركون المواضيع حتى نوصل إلى المستوى اللي يرغب له المواطن، والوطن يتقدم ويسبق باقي الدول. شكرا لك أستاذ جاسم. أستاذ محمد تفضل رؤيتك في الاقتصاد. بداية أنا أعرفكم بأن رجل أعمال في نفس الوقت، وعندي مؤسسة وعندي شركتين، تقريبا شركتين تجاريتين، واحدة في مجال السيارات والثانية في مجال العقار، والحمد لله بفضل الله أنا ناجح فيها نجاحا جيد. فهذه من ضمن أن أنا راح أدعم ملف الاقتصاد ورجال الأعمال في نفس الوقت. يعني ما بنقول مقومات الاقتصاد، ولكن هناك مؤسسات أو هيئات داعمة للاقتصاد، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة السياحة، وغرفة التجارة، ولكن يجب عليهم أن يكونون أكثر داعمين للاقتصاد. يعني هناك شباب كثير لابد أن يدعم من خلال صناديق صندوق تمكين لأجل خلق رجال أعمال من الشباب، ومن ثم دعمهم بحجم لا بأس به. يعني احنا لا ننقص من دعم تمكين للشباب، وانا من الذين دعموني خلال جائحة كورونا، فكل الشكر لتوجيهات الحكومة لدعم رجال الأعمال، وكان هناك دعم لنا والذي ساعدنا على الاستمرارية في هذه المؤسسات أو هذه الشركات. ولكن يجب أن يكون تمكين دعم أكبر لذلك. لابد أن يكون هناك مؤسسة مثل أو هيئة مجلس التنمية الاقتصادية أن يتبنى مجموعة من الشباب الناجحين، وهناك شباب كثير ناجحين في أعمالهم، لابد أن يتبنونهم لأجل خلق رجال أعمال، وفي النهاية هم من يحرك الاقتصاد. أضف على ذلك لما نتكلم عن مشروع الأسر المنتجة، وهما بعد لهم مردود على الاقتصاد من خلال
دعم اقتصاد العائلة، وبالأخير يكون في هناك مردود على الاقتصاد، لأن سلمكم الله كل الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بنت إبراهيم الخليفة لدعم الأسر المنتجة على أن يكون هناك دعم مباشر. لابد أن يكون هذا الدعم يصب في الأخير في مصلحة الأسر المنتجة، وهي التي بدأت تطفو على الساحة من خلال أعمالهم، وبدعم من الدولة. وزارة السياحة خلقت لهم سجلات، وهو ظهر اسمه سجلي، من خلال استخدام قنوات التواصل الاجتماعي واللي هو الانستغرام وغيره بدون تكاليف. فهذه الفئة لابد أن تدعم، وفي الأخير سوف تصب في الاقتصاد وتحسين المعيشة للمواطن. احنا لنا في الأخير لما نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن تحسين معيشة المواطن في مردود للمواطن، فهناك في بعض الخطوات اللي لابد أن تكون لأجل تحسين معيشة المواطن وتحسين الاقتصاد. عندنا يعني مثل ما نقول لوم على الغرفة التجارية، مع الأسف الغرفة التجارية لديها فلوس تحصلها أو لها مبالغ كبيرة تحصلها من رسوم التي أجبر بها رجال الأعمال دفعها عندك سنويا مبالغ، وهي اشتراك إجباري على التجار بدفع هذه الرسوم في حدود 50 دينار سنويا. لم تقوم الغرفة التجارية، وهذه ملامة عليهم كرجل أعمال، لم تقوم بدعم الشباب أو شركات أو مؤسسات التجارية. شكرا لك أستاذ محمد، بيتم المايك عندك باعتبار الجماعة بيغشون هنا الحين من عندك. زين، محور الإسكان أيضا من المحاور المهمة. الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بطرح العديد من البرامج الإسكانية اللي ممكن تساهم في زيادة عدد المستفيدين. كثير من البرامج، كثير من التشريعات، غير طبعا المشاريع الإسكانية والانتهاء من أكثر من 40,000 وحدة سكنية اللي تم الإعلان عنها مسبقا. شنو رؤيتك أو شنو حلولك اللي بتطرحها داخل قبة البرلمان حال وصولك لملف الإسكان؟ لما نتكلم عن المشكلة الإسكانية وعن ملف الإسكاني، هناك اهتمام كبير من قبل القيادة ممثلة في جلالة الملك، وهو الداعم للمشروع الإسكاني لمملكة البحرين، ولكن المواطن البحريني ما زال لديه احتياجات كثيرة بالنسبة للمشروع الإسكاني. على سبيل المثال، ترى بأن كل من يحصل على بيت خلال فترة 10 سنوات، أبناء كبروا وبنات كبروا، فاحتياجاته التي وضعت لا تفي باحتياجات المواطن البحريني أو الأسرة البحرينية في الوقت الحالي. لذلك يجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات تحدد مساحات الغرف، خلينا نقول مساحات البيت الإسكاني الغرف وغير ذلك والصالة. كذلك نتكلم عن مساحة الأرض، لابد أن تكون مساحة معينة في حدود، لا تكون يعني عمودي مثل ما بدأت المساحة في البداية. بيوت مدينة حمل كانت أكبر مساحاتهم، لما بدأنا الحين في بعض المناطق بدأت المساحة تصغر. لابد أن تكون مساحة الأرض لا تقل عن 200 متر ل 250 متر ليكون هناك متسع في المستقبل للمواطن أن يبني يعني احتياجاته في احتياجاته في الأخير لأبنائه. أضف على ذلك اشتراطات التي وضعت، الاشتراطات اللي وضعت يعني السكن كفل الدستور من خلال الدستور البحريني، كفل الدستور البحريني السكن للمواطن البحريني. لماذا يتم تحديد سقف معين للبحريني من خلال الراتب؟ أن راتب 1,000 دينار لازم يروح على قسيمة، لا يعطى بيت أو 1,000 بيت. أضف على ذلك في كثير من الشكاوي من بعض المواطنين لما يكون هو تغرب عن مملكة البحرين لظروف معينة في العمل في الخارج، فهذه المعايير يحرم من حصول على الوحدة السكنية. لذلك احنا يعني من خلال غرفة البرلمان لابد مراجعة هذه المعايير، ولن نعطي الوزير الصلاحية الكاملة
لأجل وضع قرارات. مع الأسف في قرارات وزارية هي تخالف الدستور، مع الأسف تخالف الدستور الذي نص عليه نص صريح بأن السكن هو حق من حقوق المواطن البحريني. تمام، شكرا لك أستاذ محمد. أستاذ جاسم، شنو رأيتك؟ ما شاء الله، طبعا ذكر الأشياء اللي نتابعها، لكن هي وزارة الإسكان اللي أسستها الدولة، وطبعا على مراجعة الحكومة. للأسف الشديد إن اللي نحن قلنا الإسكان وإسكان، هل الإسكان بسبب هل التعطيل شح الأراضي أم ما السبب؟ هل إذا شباب شح الأراضي ممكن إحنا عندنا البحار ندفنه؟ طبعاً هم مسبقا ندفنوه، لكن ما استقلوا في استقلال صحيح، سووا في مصانع؟ لا والله، بعد صراحة أرقت الشارع والمواطن البحريني بسبب تأخير في توزيع المساكن حق المواطن. لكن نقول احنا ان شاء الله بعد الحين الكل عارف دوره، والكل يحاسب، يعني بيكون في هناك محاسبة ليش هذا، لماذا هذا يحدث. فطبعا ان شاء الله بنكون طبعا يكون المساكن والاجراءات اللي مفروض تتخذ فيها بتكون باسرع وقت، بدل التعطيل على ما ذكر لنا اخونا محمد المرشح النيابي أن الأطفال كبروا، يعني سنهم يعني فاق اللي مفروض يكون حتى العشر سنوات مفروض يكونوا مخلصين. مو نقول لي بعد يوصل العشرين ويالس مشارك في حجرة أخوه أو أخته. طبعا هذه إحنا ممكن نذكرها على زمان الفقر، لكن الحين الحمد لله بخير، كل الشركات موجودة. ليش ما تدعم الدولة؟ ليش مفروض يكون الدولة تحط قصدي المؤسسات والشركات لازم تحط يدها مع يد الدولة؟ ليش دائما المرجع الدولة والدولة والحكومة ليش ليش احنا ناخذها وفي نفس الوقت بعدين نرجع حق المواطن ان نعطي العلل والاعذار اللي يعني مو مقبولة، واخر شيء نرجع حطت يعني الجهة المعنية في جيب المواطن. هذه صراحة يعني بدل ما يكون في مال مستثمر لحق الأشخاص مثلا عاطلين، في حق الشركات، حق السكن، المفروض كل هذه موجود. وين تروح الأموال اللي كلها موجود يعني من المداخل الشركات الثانية؟ وين تروح؟ ما في محاسبة، المفروض يكون في محاسبة. إذن هاي وجهة نظرك؟ إيه والله صراحة بعد ما عندنا يعني بنتكلم بالقانون بالتشريع، هذه ما هي يسمونه يروي. نبي إحنا أفعال صراحة، نبي أفعال، نبي قوة عشان نسترجع الحقوق اللي انسلبت سابقا، نبيها. وين هذه إذا إحنا بنجلس بنتكلم تشريع وتشريع ما يتطبق؟ تمام أستاذ عصام، ملف الإسكان مو أولوية قصوى في برنامجك الانتخابي، هو أولوية ولكن في مراتب خلينا نقول متأخرة شوي، لأن الكل بيتكلم عنه، فأنت لازم تكون متميز، تكون غير عنهم. فالملف الإسكاني ملف أنا أقول لك يهم كل مواطن وكل أسرة بحرينية. من يومين كنت مع صديق قاعد عمره 50 سنة قاعد أقول أي، هو يقول لي قلت ترى كأنها ما مش مشاكل إسكان هالأيام. قلت ليش؟ أنت استفدت؟ قال لي استفدت من سنوات. قلت له كم عمرك؟ قال لي 50. قلت له خلاص، معناته أنت الحين في غيرك قاعد تشيك مو أنت. فهذه موجودة يعني على استمرار. أنا بس خلنا أقول لك بعض التساؤلات اللي أنا دائما أشوفها. مثلا على سبيل المثال، المواطن يعطونه 100 دينار أول ما يتزوج، هو زوجته طبعا أساس 100 دينار حق يعني إنه هو لما ينتظر طلب الإسكان يجيله. تخيل 5 سنوات ينتظر، هذه هل هذه يعني فيها مبرر؟ ما فيها مبرر. ليش ما يعطونه في نفس اليوم؟ هذه أصلا 100 دينار راح تساعد في استقرار حياته الزوجية، 100 دينار هي بتفيده. إذن ليش ننتظر 5 سنوات عشان يحصل 100 دينار؟ هذه أول شيء لازم إحنا ننظر فيه، يعني أكيد غير يفكر فيه، بس أنا أقول لك يا بصوت عال اليوم. شيء آخر، البيوت تستوي ما شاء الله بالمئات إذا مو بالألاف، في أراضي جاهزة. يا أخي أراضي جاهزة ليش ما توزعونها قبل؟ البنية التحتية موجودة، ليش يعني لازم تتزامن مع توزيعها مع البيوت؟ وزعوا الأراضي، هاي واحدة.
أيضا غروض مزايا يعني موجود تعطى بسرعة فائقة جدا، ما في تأخير. طبعا اللي احنا كنا نعاني قبل 20 سنة و 15 سنة، اليوم الغروض المزايا تمشي بسرعة لأنها تي من وين من بنوك عدل. لكن غروض الإسكان نفسه تتأخر، ليش؟ زين بياخذ فوائد هنا وهناك بياخذ فوائد فيسرع فيه. يعني في واحد محتاج اليوم ال 40 ولا 50 ألف ولا 60 ألف عطوه. موضوع العمر حق موضوع مزايا صار كان يقول اقل من لازم 35 او اقل، فاعتقد اليوم تغير اذا ماني غلطان صار اكبر اكثر، وهي صحيح. ليش؟ لان اليوم سن التقاعد تغير صار 65، فحق المواطن انه يكون حتى العمر 40. انا عندي اخوي مثلا على ما شارف ال 40 تو معرس، ليش ما يستحق؟ يستحق، مو هو بحريني في الاخير، يكفل الدستور مثل ما قال الاخ محمد. نرجع حق موضوع الافكار. الان قلت لك تساؤلات، خلينا نعطيك الافكار اذا عندي وقت ان شاء الله. بيوت الاسكان هي مشابهه للكونسل هاوسز اللي هي اللي في بريطانيا، اللي هي بيوت اللي احنا نسميها بيوت البلديات، معروفه نفس التصميم من 40 سنه هي نفس البيوت، وانا شفتها في بريطانيا. هل هذه تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا واحتياجاتنا؟ لا ما اعتقد، لان ولا بحريني خذ البيت اسكان ايش سوى فيه؟ ما عدل فيه، رمم فيه، راح عمودي وراح افقي، راح باللي يروح له، بس عشان شنو؟ عشان يعيش هو واسرته وعياله. لان اليوم هو زوجته، لكن متى يستلم البيت صار عند الوالد والابن والحفيد معه، تخيل. فاكيد بيحتاج حق شنو؟ حق يروح فوق فيرتيكال. انت اليوم ليش تعذبه؟ ليش تخليه يخالف عشان تاخذ عليه 1000 دينار؟ ياخذ عليه 1000 دينار ترى. زين يا اخي انت اعمل له، قول له تفضل هذه الخرائط، هذه بيتك اللي راح تستلمه، في نموذجين، نموذج الف ونموذج باء. هذه النماذج موجوده، ايضا تراخيص البناء بعد موجوده لك، ما بك تعاني لان انت بحريني من فيني. انت تقول له كذي، لكن في بقى شيء بعد اهم، اخذ احتياجات الحقيقيه، غير الموديل اللي قلنا عنها اللي هي الكونسل هاوسز. هاي ترى سووها الانجليز قبل 40 سنه، والله ما اكذب عليك، انا شفت مثال في بريطانيا بالضبط، اخذته كاني داش بيت صديقي. زين تعال ايضا في 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 فكره جدا جميله، ما علي هاي الفكره لازم اقولها لان تحتاج حق نص دقيقه. اليوم احنا عندنا في حاجه المدينة عيسى، على سبيل الافتراض مدينة عيسى عمرها 50 سنه، اكثر من 50 سنه، 55 60 سنه تقريبا، من 63 بنوها 69 سكنوها، البيوت كلها راحت ورثوها العيال، باعوها صارت بنايات وصارت سكن حق مين؟ حق العزاب. يا اخي اليوم احنا البنيه التحتيه موجوده فيها عدل، بدل ما تدفن الاراضي، بدل ما تشتري اراضي وتدفنها، بدل ما تبني اراضي، يا اخي عندك اليوم وتحط بنيه تحتيه جديده، اخذ هذه المنطقه نظفها. وصلت الفكره، بس عشان اقول لك اياها، انت توفر اكثر من انك انت تدفن البحر وتنتظر سنوات. فانت اخذ هذه المنطقه، يعيد يسمونها احياء المناطق والمدن القديمه وتنظيم اعاده استملاكها. في افكار ثانيه بس بقولها لك بعدين ان شاء الله. استملاك الاراضي واعادتها. استاذ جمال انت الحين مرتاح، سمعت البقايا كلهم، تكونت صوره كامله، شنو رؤيتك للملف الاسكاني في البحرين، وشنو ممكن انت تقدم فيما لو وصلت الى كرسي البرلمان في ظل كل الاجراءات التي قامت فيها الحكومه على مدى السنين والسنه الاخيره بعد؟ شوف يعني خلينا نكون منصفين بعد، يعني من لا يشكر الله لا يشكر الناس. الحكومه ادت في ملف الاسكان، ادت يعني مرحله متطوره، وانا اتكلم لك عن واقع احنا نعيشه في الدائره الاولى. الحكومه بنت سايه واحد وانتقلت من 640 بيت 664 بيت الى ساي 2 622 بيت، يعني انت تتكلم عن 622 اسره. الافرج مال الاسر من 5 3 5 7 ممكن يكون في البيت الواحد. نتكلم عن اسكان اريف، تم بناء العمليه، منظومه العمل الاسكاني قائمه، لو فيها شوائب نعم، ما 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 في قصور، نعم نقول في قصور، ولكن انت كمواطن او الشارع ينظر للمساله انه يبي الافضل فالافضل. اسكان الحد، اسكان سمو الشيخ سلمان، مدينه سلمان، فانت في منظومه العمل جاريه. الجانب الثاني الايجابي في الموضوع ان انت الاسكان لما تبني اخذ الاراضي والبناء فيها في مردود، لان انت ما بتاخذ البيت بلاش، انت راح تدفع على مدى 20 25 سنه، تدفع قيمه البيت ذي الى ان تستملكه. فعمليه الريفند او الرجوع الفلوس ترجع حق الوزاره بطريقه او باخرى، ترجع من 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 الاقساط من هذه، ففي فرصه ان انت تتجه حق مشاريع جديده. بعد المساحات موجوده، في مساحات موجوده، والدليل ان انا اتكلم لك الحين عن منطقه الساي 1 والساي 2 واسكان اريف،
أعتقد وإذا يصحح لي أحد من شباب فوق 7,000 إنسان يسكنون في هذه المنطقة، وأنت في دائرة واحدة من المحرق. فالمنظومة جيدة طيبة. إحنا شنو نحتاج؟ أنا أعتقد أن إحنا نحتاج تسريع عجلة البناء وتطوير سن القوانين اللي تسرع من عملية البناء. عندك مشاريع إحنا والله شفناها وردت وقفت، نفس الموضوع، نفس اللي قلت لك عنه، موضوع المنازل الذكية. طرح موضوع مشروع جميل، البيت الواحد حسب اللي ذكروه أن العمر الافتراضي ماله راح يكون 90 سنة. أنت محتاج أن أنت يكون عندك بيت 90 سنة، يعني جيل 3 أجيال 4 أجيال ممكن يكون في ذي البيت. طرح مشروع المنازل الذكية وتعطل وقف. الحين موضوع المساكن العمودية، طيب أنت ذي لا تصنيف، ليش أنت تسكنهم عمودي؟ ممكن يكون أسرة صغيرة، ممكن يكون يعني هذه، ولكن إحنا الحاجة حق المساكن، لأن عاداتنا وتقاليدنا أغلبية الناس في البحرين يقول لك أنا ما أحب أنا أسكن بالعمودي، ولو أن هي واقع حين صايرة. فعندك النقطة الثالثة اللي هي السكن الاجتماعي ودوره، واللي أدى خدمة، وأغلبية الناس يعني اللي كان مقتدرين ماديا دخلوا حق المشروع اللي ذكره دكتور عصام وخذوا بيوت. قال لك أنا ليش أنتظر مدة طويلة هذه؟ فأعتقد أن سن القوانين والتشريعات مهم، أن يعني يسرع من 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 وتيرة الحصول الناس على السكن. خلصت بكم بقول لك 10 ثواني خلصنا. يعطيك العافية. احنا ختمنا الحين، بننتقل لمحور جديد. بننتقل لمحور جديد. عشر ثواني لأن أخذت فكرته. لما تتكلم سلمك الله عن السكان أو السكن العمودي، هناك كثير وأفكار طرحت وهذه لازم ندعمها وتدعم وزارة السكان. لما نجمع عائلة واحدة واللي هي الأب أو الأخوان أو عيال الأب والخوات في سكن عمودي ويبني لهم كعمارة وكل من لهم شقة، فهذه الفكرة لابد أن تطرح خلال مجلس النواب وتدعم من قبل الحكومة. لتوفير سلمك الله يعني نقص الأراضي مثل ما يقولون. هذه هي فكرة طيبة ولا بد أن تتبنى. إنزين الحين إحنا أخذنا الفكرة وعطيناك 15 ثانية، ما في بيني وبينك شيء. خلي المايك عندك ما في بيني وبينك شيء. لا في عندنا محور جديد الحين، في عندنا محور جديد. عنك لا في محور جديد بنبتدي معاه الحين. إيه محور جديد. تمام. إنزين المحور ال 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 تفتحون محور التعليم. نفتح محور التعليم. إنزين نفتح محور التعليم بدل الصحة. إنزين. إحنا بالتعليم والصحة. باقينا ما ده ما تكلمنا عليه. نفتح التعليم، نفتح التعليم ما فيها مشكلة. محور التعليم أستاذ محمد، شنو رؤيتك في محور التعليم في أكثر من 200 مدرسة، في مدارس خاصة، في كثير من الجهود التي قامت فيها الحكومة، وفي أيضا قوانين كافية منظمة وفي بعضها قوانين حديثة تنظم العملية التعليمية. شنو بتقدم زود إذا وصلت المجلس؟ لما تتكلم عن محور التعليم، محور التعليم محور شائك. ولو نظرت لأبناء البحرينيين، قالبة أو 50% من أبناء البحرينيين، وأنا بقول لك عن مسؤولين في الدولة، عيالهم في المدارس الخاصة. شو المشكلة؟ أصبحوا المدارس الخاصة هي من تستقطب أبناء البحرينيين، فهناك مشكلة في المدارس الحكومية. فلابد على وزارة التربية والتعليم أو على القائمين على التعليم في مملكة البحرين النظر فيها. هناك مقترحات وإحنا راح نطرحها من خلال جريدتكم المقرة. يجب على الدولة دعم المدارس الخاصة التي نجحت خلال عملها خلاضي. يعني لما يجي واحد ميزانية وزارة التربية والتعليم ميزانية كبيرة، مع الأسف في خلال الفترة من الفترات أو سنة من السنوات أطلعتنا الصحافة واحد الجرائد الزميلة لكم لجريدة الوطن بأن وزارة التربية والتعليم 60 أو 70% من ميزانيتها لم تستخدمها، كان في فائض لم يستخدم. لذلك على وزارة التربية والتعليم أن في مباني لتوفير هذه. ليش ما نعطي في كذا مدرسة في البحرين ناجحة، ليش ما نعطيهم الأراضي لتقليل تكلفة
البناء والمشاريع على الدولة من خلال المؤسسات الخاصة أو مؤسسات التعليم الخاصة. أضف على ذلك نحن نتحمل يعني خلال الجائحة تحملت وزارة التربية والتعليم دعم المؤسسات الخاصة أو المدارس الخاصة من خلال الكهرباء. يجب عليهم دعمهم لتوفير العبء على المواطن البحريني، لأن في كثير منهم لجوا للمدارس الخاصة. أنا أقول احتمال في خلل في هذه المدارس، يمكن يعني أنا ما أعلم، ولكن أنا نريد إعادة الثقة بالمدارس الحكومية، لأن المدارس الحكومية فقد المواطن البحريني الثقة فيها مع الأسف. وأنا أقولها كمواطن بحريني وكمرشح نيابي، لابد أن يكون هناك يعني إعادة السياسة في هذه المدارس من خلال دعم، مثل ما تفضل، دعم المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين، وعندنا مؤسسات تعليمية ناجحة، من خلال دعمها لتوفير الميزانية وتخفيف الأعباء على المواطن البحريني. ولي الأمر. كملت فكرتك يا شو قبل 3 دقائق أستاذ جاسم؟ استاذ جاسم، انت شنو رايتك؟ طبعا هي التعليم طبعا هو الاساس اللي يكون يقوم البلد، ونحن نحتاج، لكن بعد نقول دائما نذكر كلمه للاسف. للاسف لسبب ان احنا المدارس الموجوده ليست يعني بكثيره، يعني تصور كل صف فصل الطلبه في ما يقل عن 40 نفر، وهذه يكون معناته في قصور من المدارس. المفروض احنا نزيد في المدارس مو نقصر. طيب اذا انت تحس انه ما تبي، ارفع بقى على ما قلت الطولي المدارس، حط يسمونه الاسانسيرات اللي يقولون الليفت ما ليفت. ليش يعني احنا نوقف على المدارس الموجوده حق محرك؟ المفروض نبني مدارس اكثر من الموجودين، حتى يكون، لان العلم والتدريس هو وايد مهم عشان تقوم البلد. البلد ما بيقوم اذا ناس جهله. وغير فهم كذلك اني حق القوانين في وزاره التربيه، القوانين احنا الطالب يعني مو بكفو المدرس يقول لك كلمه واحده يسيء له، كلمه واحده يسيء. قبل احنا يعني يودونا ويربطون ريولنا وتحيش، الحين ما تقدر تقول له شيء. ليش؟ على راس ريشه. انت تبي تقاومه، لازم اذا ما تجلس تبين له الشهاده. ان لدرجه في اليابان والصين يروون الطلبه من الصغر من بدايه، شوف شلون قامت الابهات علشان تامن لك التدريس. يعني الامهات والابهات يشتغلون في اعمال، يعني حتى الريال احنا عندنا ما يتحملها ما شاء الله عليهم. ليش بعد هذه الاسباب؟ يعني هل بسبب نقص او هل الفراغه او شنو؟ لكن احنا نقول بعد المفروض تسعي الدوله في تحسين التدريس، والتدريس طبعا ما بي لازم يكون تدريجيا. نعطي أبنائنا احنا الصغار كيف احنا بهاتنا عملوا علشان يكون عندنا مدارس وعندنا أشغال وعندنا الأمور الثانية كلها اللي ممكن أهلك انت كمدرس. لكن بعد نقول إن شاء الله بإذن الله الجماعة إن فازوا يكونون وصلون الرسالة هذه، الطلبة يعني يحتاجون إلى نفهمهم، أو بالأعداء أبنائنا نفهمهم كيف إحنا بنينا المنازل اللي أنتوا ساكنين فيها. إحنا ما بنيناها بالراحة وحصلناها بالراحة، حتى طلباتنا تأخر. إذا بعد قلت لي 10 سنوات وخمس سنوات بعد راضين، أنا حصلتها عقب كم؟ 25 سنة إذا ما أزيد، والباقي شلون؟ لحين احنا في نفس المحور، محور التعليم استاذ. مسامحة عند الشدة يعني في زمونة. بالعكس التعليم بس بعد الاسكان، يعني هذه بعد نوعا ما. اذا انا ما عندي سكن شنو انا ادرس؟ خلص وقتك 3 دقائق. يعطيك العافية. الله يسلمك. تفضل. استاذ عصام، اتوقع التعليم هو ملعبك. طبعا هو ما راح اقول ملعبي كثر ما هو اهتمامي الشخصي واهتمام البلد. طبعا مثل ما قال الاخ جاسم، بناء الأمة يأتي من بناء المواطن وتعليمه وتنمية البشرية حق الإنسان نفسه. احنا مواردنا محدودة،
مثل ما قال الأخ أبو يوسف، قال الموارد محدودة وما فكر في نون أويل ريفينيوز، بس مو داشين فيه بالقوة مثل دول الجوار. الهموم كثيرة، هنية بالتعليم الأساسي وما قبل المدرسي هو رياض الأطفال، هنية حق التعليم الأساسي ورحت حق التعليم العالي. أنا بس بموجز أساس أنه ما أدش في كل المشاكل ولا بادش في كل المقترحات. أولا البعثات اللي ترسل، البعثات اللي تبتعث عيالنا يبتعثونهم عن طريق وزارة التربية، شيء راح حق تخصصات مثلا هندسة، تاريخ، حقوق، ما يحتاجون وزارة التربية. احنا خلينا نقول اليوم عندنا 5000 وافد معلم، بس هذه كفيل انه يغطيه البحريني اذا يدرسوا في كلية المعلمين، تكفي انه هو يكون معلم بعد 4 سنوات يتخرج. فاليوم احنا نقول حق وزارة التربية بعثاتكم خلوها وركزوا فيها، فوين ركزوا فيها؟ في الشيء اللي تبونه انتم، ما عليكم من سوق العمل، ما يتبقى من احتياجات اخرى روحوا غطوها سدوها، لكن اليوم انتم ركزوا حق احتياجاتكم انتم اصلا. ال 5000 الوافد المعلم خلوه غطوه بالبحريني اول. هذه نقطه. النقطه الثانيه، عندهم نقص واضح في المواد، معلمين المواد الاساسيه العلوم والرياضيات والعربي، هذه انا اقول لك اياها نقص بعد ما راح الاختياري، اعتقد اخ جمال كان من ضمنهم اللي هو التقاعد الاختياري، ايضا هاي سبب مشكله كبيره، واليوم هذه اثر على منو؟ على عيالنا اللي هم في المدارس الحكوميه. موالي شهر 9، بعد شهر 9 مو مقبول يدش الصف الاول، يقول لك روح مدرسه خاصه وارجع مره ثانيه وين الصف الثاني معانا. ليش؟ ليش يعني ليش الرحله الطويله هذه؟ يا اخي اخذ من البدايه، دخل الصف الاول، ليش تخلي ولي الامر يصرف عليه سنه كامله في مدرسه خاصه ويرجع؟ رياض الاطفال اليوم الحكومه او خلينا نقول المدارس الحكوميه تتوقع ان الشخص او الطفل يدخل الصف الاول هو يقرا ويكتب، تخيل. ليش يظنون ان الكل راح وين؟ رياض الاطفال. يا اخي مو كل من يقدر انه يروح حق رياض الاطفال، وفر له مجانا رياض الاطفال. تعال شويه قدام حق موضوع الشراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. مدارسنا موجوده بعد الظهر ما حد يستخدمها، خلي القطاع الخاص يستخدم، خلي المدارس الخاصه تستفيد منها، تشغلها وتاخذ رسوم بسيطه. ليش نضطرنا ندرسهم الصبح؟ ليش خليه يدرس بعد الظهر؟ غير التكوين. انت اليوم عندك حاجه، لا ما في داعي تبني، في مباني موجوده بس ما تستخدم طول الوقت، مو 24 ساعه تستخدم حق 6 ساعات، تستخدمها 6 ساعات ثانيه. ممكن المدارس الخاصة تستفيد، سواء تشغلها وتعطيها الفلوس الحكومة عشان الطلبة، ممكن تأخذ مبالغ رمزية بحكم الحكومة بعد بالساهم. يعني في أفكار كثيرة نسميها إحنا PPP Private Public Partnership، الشراكة اللي هي بتكون مختصة. أيضا يعني في التعليم العالي بشكل عام، موضوع الباصات هاي موضوع يعني أنا بس بشكل عام أنا ما بتحكي عن الباصات والأمور التفصيلية، خلنا نتكلم عن موائمة سوق العمل. تحديد احنا اليوم التخصصات اللي قاعد نشوفها اللي قاعد تخرج فيها مئات بل الوف من الـ من الـ من الطلبه الخريجين، ما تحدد احتياجات سوق العمل، ما توائم احتياجات سوق العمل، فاحنا اليوم لازم نربط هذا الشيء بالضروره والاهميه. شكرا. اكيد ملف التعليم هو ملف كبير وفي كثير من جوانب التطوير اللي ممكن الشخص يطرحها. استاذ جمال، انت شنو رؤيتك لملف التعليم في مملكه البحرين؟ انا خل اقول لك اللي انا اشوفه، ملف التعليم في البحرين جيد، يعني ما بنقول كلش يعني زين ولا سيء، لكن يعني خلنا ناخذ التصنيف، كم تصنيف نحن في العالم في مستوى التعليم، والتصنيف موجود. الجامعات اعتقد احنا عندنا تقريبا 14 جامعة في البحرين، تصنيف مال الجامعات جيد، ترى عندنا من 800-810 اعتقد عصام بعي صحح لي الى 1000 تصنيفنا موجود طيب. يعني بس لما ترجع حق مخرجات التعليم، أنا أقول لك لأن إحنا جيل ذي المسألة، مدارس الصناعة في البحرين مخرجات تعليم ضعيفة تطلع. الأول قبل جيل نحن إحنا أعمارنا في 50، لما يتخرج الطالب الصناعة أخذه حطه لحام جاهز، أخذه شيله دار السيارات، أخذه وده ميكانيك سيارات، كهربائي يشتغل كهرباء. مخرجات تعليم الحين أنا أعرف ناس صراحة حتى سويتش كهرباء ما يعرف يركب وهو خريج صناعة. فأنت مخرجات تعليم تحتاج فيه أن أنت يعني امتحان تيست ذي حق الشاب ذي كان بيتخرج الحين بيدخل في سوق العمل، أنت لازم مخرجات تعليم تكون واضحة لنا. يعني خل ذي الجانب. جانب التركيز على المواد النظرية وايد. أنت حين العالم تطور، في تجارب موجودة في العالم، إحنا ليش ما يكون وفد بحريني يقوم بالجولات حق الدول المتقدمة في التعليم
يشوف تجاربهم هل تتناسب معانا وضعنا، هل احنا نقدر احنا نطبق هاي تجاربهم اللي هم تفوقوا فيها نفس فنلندا نفس سنغافورة، هل يتناسب ان احنا نطبق هاي المشاريع اللي هم قاموا بها عندنا في البحرين؟ اعتقد اذا انت وصلت لذي المرحلة ان انت يعني تقدر تنقل تجارب الغير راح ننجح صراحة. والتعليم منظومة في البحرين منظومة قديمة من 2019، فأنت عندك مدرسين، عندك يعني جيل تخرج وخل أقول يعني وفخر بها إحنا في البحرين. نسبة طلبة التعليم العالي الدكاترة عالي عندنا في الدولة، وكا عندك تجربة عصام يعني دكتور وغيره ماجستيرات وغيره بكالوريوسات خريجين عندنا، حتى اللي يتخرج من الثانوية العامة يعني تحس طيب زين، ولكن في مجال التعليم العالي بعد لا مسألة. فأعتقد أن أنت يعني تحت منظومة البحرين فيها أكثر من 284 مدرسة. الجهة التعليم جهة ضخمة عودة، السيطرة عليها تحتاج سن تشريعات وقوانين تتناسب مع الوضع الحالي، تنوع الحياة الديمقراطية في البلد، وهذه مو غلطنا نذكرها، يعني البحريني موجود والأجنبي موجود وكلهم ساكنين على الأرض ومحتاجين حق مسألة التعليم، والدولة توفرها للمواطن وغيره يعني. فاحنا محتاجين حق سن تشريعات وقوانين تتناسب مع ذي الوضع. منظومة تعليمية منظومة ضخمة صراحة، وأتمنى يعني لو اللي بيوصل قبة البرلمان التشريعات تكون واضحة له بالاستناد، يعني خلي يكون الخبير التعليمي هو 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 القائد لأنه يوجهه شنو هو يحتاج. يعطيك العافية أستاذ جمال. احنا ختمنا 4 محاور والكلام أكيد يطول في برامج انتخابية شغالين عليها لكم شهور، ما راح نختمها أكيد في ساعة أو ساعة ونص مدة المناظرة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور عصام العلوي، أستاذ جمال جودر، أستاذ جاسم الحمادي، وأستاذ محمد المطوع على تواجدكم وعلى حضوركم معنا اليوم وقبولكم الدعوة لمناظرة الوطن الأولى، واللي كان المفترض أن هي تكون الأكبر، ولكن للي ما حضروا أكيد عذرهم. كل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا، كل الشكر والتقدير للطاقم اللي موجودين مساعدين، ما بيذكر أحد وانسى أحد، ونشوفكم إن شاء الله في مناظرات قادمة وتصبحون على خير.